اسعاف استاذ زين التيشيرتات اسعارها 20,000 راح يصير سعرها 15,000 العرض يمك فقط يعني من 20 اصعد الطابق الثاني وشوف ملابس رجالي وصفوا لنا اياها اكو بثلاثة ونص اكو بخمسة الاف اكو بثلاثة ونص اثنين ونص وايد يشوفون هاي الاسعار كل شيء مسعر قمصان هاي الستن على 10,000 دينار التلبيسات على 15 الفساتين على 20 هذا السوت اصدقائي هذا على 20,000 جديد نازل كلش حلو القمصان الحلوة هيك يصير هاي مثل الستن الحرير خفيف يعني على 10,000 دينار هاي الوانها وتفاصيلها كلش حلوة يا هلا شلونكم اصدقائي بما انه العيد جاي ان شاء الله كل عام وانتم بخير تعالوا نروح بجولة بشارع فلسطين حتى نشوف اسعار الملابس وصور لحضراتكم تعالوا كملوا الفيديو الاخير وشوفوا شنو الموديلات الجاية من ملابس واسعارها كملوا الفيديو الاخير انطرون هذا الكيلوت فيه هواي الوان اسود جوزي ابيض حلو كلش مرتب اكو بهن وياهن حزام هذا اللي تشوفوا على 15,000 هذا القميص هذا جلد النمر بس نمر نيلي اي حلو كلش هذا مع 15 مودة هاي السنة كلش لطيف وهذا جوزي كلني قمصان سادة مثل ما تشوفون هذا جوزي ابيض هذا التشويتي لاني الكريمات حلوة ناكل وردي على 15 هم نوعية ثانية من القمصان اصدقائي بيها تطريز مثل ما تشوفون وردي هذا السمائي جوزي عرض خاص على 15,000 هنا مثل ما تشوفون نوعية ثانية من القمصان همين تقريبا في جلد النمر اشكال كلش مختلفة وعدكم هذا المشجر هم على 15 ممكن يطلع لي واحد من هذا بس اشوفه ما يخالف 40 ايه 52 ذني قياسات خاصة اصدقائي هم على 15,000 شوفوا هذا جد حلو وايد الوان وايد يعني خليها بيدك حلو كيمونة على 3,000 انواع هواي والوان هواي زين هذا قميص بيش هذا القميص هذا على 5,000 دينار يعني شوي بيهن بيش هاي الكيمونة على 5,000 هاي هواي بي انواع هذا هاي نق اصدقائي بيش هذا؟ هذا حلقة بدي طويل هذا بدي طويل على 5,000 هذا البنطلون اصدقائي كابوي على 15,000 عرض خاص ايش قد قياساته هذا؟ خاص وعادي يعني 32 ل 54 هاي القمصان على 10,000 دينار هاي كلش حلوة 46 3 اكس لارج لارج ميديم قياسات اكسين لارج اكس لارج مثل ما تشوفون هاي الوانها ترون كيلو اصدقائي قماش كلش حلو موتك وجوزي اسود على 15,000 هذا تراك سود على 7,000 دينار كلش حلو واي الوان بي ذني تراكات على 7,000 هواي الوان وقياسات هذا المجمع كلش راقي في هواي ملابس اصدقائي هاي القمصان هاي القمصان اصدقائي على 15,000 شوفوا هذا الاخضر شد حلو زين هواي الوان بي مثل ما تشوفون تصميمه حلو على 15,000 هذا وردي نفس السعر شلون الصحة؟ شو أخبارك؟ ذني على 15,000 ذني بناطر بيش؟ ذني على 15 وايد من عندكم أصدقائي راح يسأل ليش جاي وقت الظهرية؟ طبعاً لأنه وقت العصر وايد أكو سيدات يشترن وأوائل وما أريد أزعجهم بصراحة يعني هذا بالنسبة لي الوقت المثالي فاعذروني شوية ولو هي حارة الدنيا بس خاطركم عندك فساتين؟ تعالوا شوفوا الفساتين اصدقائي وينهم؟ بيش الفستان هذا؟ بين 25 بين 35 اكو على 25 واكو على 35,000
كلش حلو هذا. هواي الوان بيها. قياسات هواي موجود عندك؟ موجود. هاي الفساتين اصدقائي من 25 الى 35 الف. نوعية ثانية من الفساتين كلش حلوة على بياضات. كلش حلوة هاي على زيتوني. شجرة حلوة صيفية. ان شاء الله هنا ستار كل انواعها. اشكرك قمصان الحلوة. هيك يصير هاي مثل الستن الحرير خفيف يعني على 10,000 دينار. هاي الوانها وتفاصيلها كلش حلوة. هذا بالحلقة سحاب لطيفة. هاي الوان جوزي ابيض وردي. ذني على 10 عمو؟ على 15. كلش حلوة ذني. شوفوا هاي بناطيل على 15 الف ذني. كل قياسات موجودة. كلش حلوة. هذا القميص هذا على شو سعر عمو؟ 15. هذا على 15,000. واي الوان بي مثل ما تشوفون. شوفوا هذا شو حلو. هذا هم على 15 حجي؟ شوف هذا كلش حلو ونازك. شوفوا هذا اللون بعد الشويتي الحلو الاكثر بعد. كلش راقي. خلنا نجي منها حتى يبين لكم اللون مالته شو حلو. مدى اخرى من القمصان شوية حلو. هذا على 15,000. وصل جواها قميص ابيض تيشيرت ابيض كابوي كلش لطيف. هذا هاي هنا اشكال وانواع من القمصان. هذا انا على 7,000 دينار. قمصان على 15 يعني تقريبا الاسعار اكثرها تتمركز بين ال 15,000 وال 35 ذني شوي غاليات. اكو بسبعة واكو بخمسة. هذا على 15,000 كلش حلو. هذا ايضا على 15,000 كلش لطيف بالوان هواي مثل ما تشوفون. ذني على 5,000 ذني. هاي هذا النصر قوي. هاي ب 10,000 ذني البناطيل. هاي هذا سايت كامل مال فساتين احدث موديلات جايه مال العيد. ايش قد اسعارها ذني؟ 35 على 35,000 بس باعوا الالوان تحفه. تسمح لنا شويه؟ شوف اصدقائي هذا جوزي ويا حزامه كلش مرتب زين. هذا لون اخر. شوفوا هذا هذا تحفه. هذا هو مال الصيف يعني لونه جدا مناسب. اكو بياضات وشجره كلش حلوه. وقياسات عادية وقياسات خاصة. شوفوا ذني بعد ذني الفساتين شفت حلوة. كل وحدة وياها حزامها ما تصير هيجي بتتشه. هاي هاي السنة مودتهن؟ هذا الموسم. هذا الموسم. وذني فوق القمصان؟ القمصان عندك 20 و 25 حسب الموديل. من 20 إلى 25 حسب الموديل أصدقائي. كلش حلوة ذني. هاي القمصان بيش؟ 15. ظني على 15,000 ما شاء الله. انا شوفوا هذا كلش لونه حلو. يصير لونين اسود وجلد نمر. بيش هذا؟ 25. على 25,000. هذا بياضه كلش حلو. هذا هذا خباره. هو مال حياة هذا. زين. هذين قياسات خاصة قمصان طوال يسموها. بيش ذني؟ على 25. 25. هاي الوان ثانية ما شاء الله. ذني تلبيسات خاصة ذني؟ اي تلبيسات خاصة طوال. بيش؟ 25. 25 ذني حلوة. هذا السوت كلش راقي. بيش هذا؟ على 20. 20,000. هيجي موديلات على 30. هذا السوت اصدقائي هذا على 20,000 جديد نازل كلش حلو.
بعدنا مستمرين اصدقائي نشوف شنو اللي معروض. بني على 7000 الاتراكات كلش حلوه. هاي دشاديش على 8000، بني على 10، بشتات اصدقائي على 15000، كلش حلوات. هاي هسه جايبيهن؟ جايبيهن هسه؟ يعني كلش حلوات على 15000. شوفوا هذا التطريز اللي بيهن جد حلو، نفس اللون لابساني على 15000. قد اسعارهن؟ بس كلش حلوات. انا يالا اشوفه كله حلو لانه هو حلوات بصراحه. بني على 15، شوفوا الوانها اصدقائي، هاي الوان كل الصيفي حلوه. الوان بني خوش موديلات. بني على 15. هواي شغلات موجوده اصدقائي. خوش احذية عنده. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ بني قد اسعارهن؟ لاني والله على 7، عندي على 8. 7 و8000 مال اطفال. شوف ذني جيل حلوات الصغار. ذني قد اسعارهم ذني؟ ذني 5000. ذني على 5000. هاي الشحاطات ذني؟ الشحاطات على 8. 8. هاي البسطيه هم لك؟ البسطيه لي. تعال تعال. هاي اصدقائي يشوفون ذني؟ ذني على 8. على 8000 دينار. هاي كل انواع موجوده هنا. شغلات حلوه. موديلات حلوه همين. هاي بوتينات. وين عنوانك بالضبط؟ شلون مات ابو العبد؟ ايه مقابيله مجمع براندك. تسلم. طبعا هواي منكم يسال هيقول ليش جاي وقت الظهريه؟ نعم. قمصان هاي الستن على 10000 دينار. التلبيسات على 15. هاي الفساتين على 20 و25. هواي شغلات. هذا المحل. هاي الملابس مال اطفال. اكو ب3.5، اكو ب5000، اكو ب3.5، 2.5. وايد تشوفون هاي الاسعار كل شيء مسعر، صغار كبار. زين هاي عروض خاصه مسوين على 10000. تلبيسات مال اطفال كلش حلو ما شاء الله. زين هاي هنا عندكم. ذني ايش قد اسعارهن؟ ذني هذا 45. وايد تلبيسات ما شاء الله. ذني القوط 35. ما شاء الله. شلون تنزيلاتها؟ 10. اي ذني على 10000. شوفوا هاي قد اعمار. هاي اعمار متفرقه مسوين عليهن عروض خاصه على 10000 دينار. شوف هذا يا شفقه شو حلو لطيف كلش. المحل اصدقاء هاي الملابس مال اطفال مجاور محل الماسه والشارقه. اذا تشوفون هاي المحلات كلش راقي اصدقائي. هاي براند سنتر سعد المتميز. هاي مقابيل شاورما ابو العبد. ممنونك حجي. عندكم هاي الملابس مال اطفال اصدقائي. ذني على 3.5 مثل ما تشوفون. نوع مار صغار كلش صغار. ذني ايش قد اسعارهم؟ استاذ بعدنا مستمرين اصدقائي بجولتنا مجمع الاميره بملابس رجاليه. نصور لحضراتكم الطابق الثاني. صعد الطابق الثاني وشوف ملابس رجاليه وصفوا لنا اياها. هاي ونسة الشمال. هاي ملابس رجالية. نشوف ايش عندهم جاي اليوم هذا المحل ونشوف الملابس الرجالية. اسعار التيشيرتات شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ ايش قد اسعار ذين التيشيرتات؟ استاذ ذين التيشيرتات اسعارهم 20000، راح يصير سعرهم 15000 العرض يمك فقط. يعني من 20 متابعينك بس. انا اشكرك. من 20 الى 15000. 15000 هذا السطر كله للاخير. شوفوا الوان اصدقائي ايش قد قياسات ذني؟ قياسات مفتوحة يعني موجود قياسات خاصة موجود قياسات عادية. زين وهنا هذا السطر همين راح يصير في نفس الحاله 20 راح يصير 15000. عندك هاي القمصان. هاي القمصان قمصان سعره 30000 راح يصير على المتابعين الخاص 25000 كلهم فوق وجو للاخير.
قياس عادي قياس خاص. هاي التيشيرتات كذلك على سعر 15000. وهاي التيشيرتات على سعر 15. 15. صلى على محمد. السلام عليكم. السلام. شوفوا اصدقائي هذين التيشيرتات اثنين على 15 فيصل هذني كلش حلوات. شيء بارد صيفي كلش لون الوان حلوه. زين نجي على السعر الثاني. عندنا تراكات هنا. صار سعر التراك من برمودا كان سعره 25000 صار سعره 20000 فقط. 20000 فقط المتابعينك انت. هذني كلهن من عدا هذا الموديل صار سعره 30000. والقياس الخاص. كم قطعه؟ قطعتين. قطعتين. قياس الخاص ايضا 30000. قياس الخاص موجود حتى 7x. عندك ذني القمصان سعره 25000 قمصان نص ردن صار سعره 20000 فقط. 20000. شوف الوان حلوه كلش الوان حلوه تقريبا 350 موديل عدل.